شاهدينا نتداول مع ضيفتنا السيدة نادية البلاسي محللة أسواق في مجموعة إكويتي عبر الهواء مباشرة من دبي آخر الأحداث الاقتصادية. بداية أرحب بك سيدة نادية إلى هذه المواكبة ونتحدث عن أداء الأسواق العالمية. نادية بشكل عام كيف تقيمين أداء أسواق الأسهم العالمية وهل ستستمر هذه الأسواق في الارتفاع؟ اهلا وسهلا. طبعا في بدايات تعامل هذا الاسبوع وراينا اوريدي اسواق الاسهم الاوروبيه ترتفع يعني مدعومه بالزخم الكبير الذي شهدناه في وول ستريت، حيث تخطى الاس ام بي 500 حاجز ال 5000 والان يتداول في هذه المستويات القياسيه، وطبعا الناس ذاك كمان في مستويات قياسيه والداو جونز. وتتجه الأسواق الأمريكية مع تخفيضات يعني التوقعات بتخفيضات الأسعار الفائدة إلى مرحلة البول ران، والرالي قد بدأ يعني منذ الشهر الماضي وممكن طبعا أن يستمر في هذا الحال، ولكن على المدى القصير ممكن نشهد كوركشن في بعض الأصول، ولكن يعني على المدى الطويل طبعا نتوقع يعني المزيد من الزخم حول وول ستريت بسبب تخفيض أسعار الفائدة من قبل الفدرالي طبعا، وطبعا البنوك المركزية الأخرى ما عدا بنك اليابان. ماذا ينتظر الاقتصاد الأمريكي على المدى القصير؟ يعني طبعا مثل ما صرحوا جميع أعضاء الفدرالي الأسبوع الماضي طبعا سنرى تخفيضات في أسعار الفائدة، ولكن مش من المتوقع أن تكون مش بستة مراحل ولكن أقل من ذلك. يعني ممكن نرى هذه البداية منذ يونيو، ولكن كانت التوقعات قبل ذلك في السنة الماضية تشير إلى أن سنبدأ في هذه المرحلة في مارس، ولكن طبعا بعد هذه التوقعات بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تشهد بالفعل يعني نمو، حتى في خصوصا بيانات سوق العمل التي تأتي بقوة، وطبعا يعني هذا يعكس الاقتصاد أنه لسه متماسك ولسه في قوة في الاقتصاد الأمريكي. لذلك يعني نبتعد شوي عن تخفيض أسعار الفائدة في مارس، ولكن أكيد ستتم على المدى المتوسط اللي هو يبتدأ من either مايو أو يونيو. طيب ماذا عن المدى الطويل بالنسبة للاقتصاد الأمريكي بشكل عام وهيمنة الدولار أيضا على العالم؟ يعني كان في تصريحات من بنك أوف أمريكا خصوصا على الدولار، وتتوقع بأنه سيتراجع بعد الشيء طبعا من التخفيضات التي سنشهدها حول العالم، وايضا بسبب يعني انخفاض التضخم الذي كمان سنشهده. ولكن طبعا اتجاهات الدولار تعتمد بشكل كلي على البيانات الاقتصاديه التي سنشهدها في هذا الشهر ويعني الشهر المقبل، وهذا ما صرحه الفدرالي ان البيانات الاقتصاديه هي التي ستحرك السياسه النقديه في على المدى القصير والمدى الطويل لنهايه هذه السنه 2024. طيب الان عن منطقة اليورو، هل ستشهد خفضا للفائدة من البنوك المركزية الأوروبية برأيك؟ نعم، نتوقع من المركزي الأوروبي أن يخفض أسعار الفائدة بنسبة 114. طبعا هذا الرقم يعني جدا مختلف عن توقعاتنا منذ السنة الماضية. السنة الماضية كانت التوقعات تشير إلى 190 أو 160 تخفيضات basis points في الـ interest rates، ولكن طبعا مع صدور بيانات جديدة ومن منطقة اليورو تشير إلى نوعا ما ركود اقتصادي وتشير إلى عدم نمو الاقتصاد في هذه الفترة ويعني زيادة التضخم، فطبعا المركزي الأوروبي في موقف حرج الآن، ولكن يعني نتوقع زيادة خفض سعر الفائدة من المركزي الأوروبي أكثر من الفدرالي وأكثر من بنك إنجلترا. الآن لنتحدث عن أسواق الطاقة. نادية، سوق الطاقة متذبذب دوما يعني ومتأثر بالصراعات الجيوسياسية السياسية والجيوسياسية والعسكرية في العالم. إذا أردنا أن ندرس مستقبل النفط
وسط هذه الأزمات وأزمات الشحن الموجودة حاليا البحرية، هل يمكننا أن نتفائل بما يتعلق بأسواق الطاقة؟ هل هناك ارتفاع؟ وإلى أي مدى سيستمر هذا الارتفاع؟ سيكون هناك استقرار، انخفاض؟ ماذا برأيك؟ يعني الآن نرى على تداولات النفط في يعني اتجاه عرضي، وذلك بسبب أوبك بلس خلت يعني ستستمر في خفض الإنتاج، ولكن في الاجتماع المقبل سنرى أكثر وضوحا بما يتعلق طبعا بالدايركشن لأسعار النفط. يعني ممكن أن نشهد ارتفاع كبير إذا صرحوا أن سيكون في خفض متطوع أكثر من الذي أوريدي شهدناه، وهو الذي يعني سعر السوق منذ السنة الماضية. السنة الماضية يعني شفنا برنت عند 94 والآن هو عند 81، ففي فرق شديد، وذلك طبعا يعني بسبب أوريدي الأسواق سعرت تخفيضات الإنتاج والصراعات في الشرق الأوسط. أيضا ممكن أن نرى فيها ريزوليوشن، وهذا الشيء يعني يتسبب في انخفاض أسعار النفط يعني في هذه الفترة، خصوصا وفقا على الصراعات التي لم تزداد في خلال الأسبوعين الماضيين. أداء العملة الخضراء كما أشرنا قبل قليل وسط هذه الأزمات العالمية وتأثرها، التأثر يعني المزدوج بالنسبة ل يعني تأثير أسعار الدولار على سوق الطاقة والعكس؟ طبعا يعني سيكون في تأثير بشكل واضح، ويعني يعتمد ذلك طبعا على البيانات الاقتصادية وأيضا الإمدادات بشكل كبير من أسواق النفط. يعني تقريبا الولايات المتحدة صرحت خلال الأسبوع الماضي أن التوقعات بنسبة الإمدادات في هذه السنة ستكون أقل بكثير من التوقعات التي كنا يعني المحللين كنا كاتبينها السنة الماضية، ذلك أثر بشكل كبير على أسعار النفط. لذلك كان في صعود خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6%، ولكن طبعا بعد خسارة 7% الأسبوع كان مش الأسبوع اللي قبل كده، فكان في خسارة بنسبة 7% وبعدين تصحيح ارتفاع بنسبة 6%، والآن هذا الأسبوع ممكن يكون في اتجاه عرضي طبعا بسبب يعني زي ما قلت التصريحات أوبك بلس، وأيضا يعني الإمدادات التي أو خصوصا البيانات التي نجدها من الاي بي اي مثلا، إذا كان في درا أكثر من المتوقع ممكن برضو أن يرفع أسعار النفط إلى حد ما. طيب الآن العملات الرقمية، تحدثنا عن عملة الدولار، ماذا عن العملات الرقمية؟ نشهد صعودا للعملات الرقمية، نحن نعرف أن العملات الرقمية تنشط، لا أعرف إن كان هذا صائب أم لا، تنشط في الأزمات. بداية، هل فعلا تنشط في الأزمات، وهل سيكون هناك توسع ووضع إطار عمل لتنظيم العملات؟ يعني في مؤسسات كبيرة ومحللون كبراء يقولون أن البيتكوين ممكن أن تخترق مستويات الألف، يعني المائة ألف والمائتين وخمسين ألف وما إلى ذلك. وطبعا يعني في الأسبوع الماضي نحن يعني عند مستويات أو حاجز 50,000، الآن نتداول عند 48,000 ويعني بالقرب من هذا الحاجز الكبير 50,000، وإذا تم في كسر هذا الحاجز فطبعا ممكن أن يكون في مزيد من الارتفاعات، خصوصا مع يعني معنويات شهية المخاطرة التي زادت في خلال هذه الأسابيع الماضيون بسبب يعني أسواق الأسهم التي ترتفع بشكل كبير، وأيضا بسبب الأرباح شركات الأرباح وخصوصا عمالقة التكنولوجيا الذي يعني اتخطوا توقعات surpass expectations بسبب يعني الأرباح طبعا، وأيضا سوق العمل الأمريكي الذي يزداد قوة والبيانات الاقتصادية التي تعكس نمو اقتصادي، فشهية المخاطرة بالذات تكون نوعا ما يعني مزدادة، وطبعا سيتم في تعزيز هذا
البيتكوين، أسعار البيتكوين، وأيضا بسبب الـ ETF بتاع جراي سكيل الذي لسه يعني يحاولون في الاستثمار فيه المتداولين. وطبعا وفقا على أي تصريحات جديدة من جراي سكيل ممكن أن يعزز من سعر البيتكوين مرة أخرى. طيب، هل فعلا بدأت البنوك المركزية يعني مع ظهور العملات الرقمية بشكل كبير فترة أزمة كورونا وما بعدها، كان هناك حديث كبير عن من قبل البنوك المركزية الكبرى عن أن هذه العملة سوف لن يكون لها مكانة في هذا العالم الاقتصادي، لكن بالتقادم ومرور الأيام نرى أن العملات المشفرة تأخذ حيز في هذا العالم الاقتصادي وعالم العملات. هل رضخت البنوك المركزية الدول فعلا للعملات المشفرة وصارت تعي أن لهذه العملات حاجة؟ يعني غضا عن تصريحات البنوك المركزية الذي لا يعتمدون على طبعا أي شيء مش مرخص ولا يعني ملهوش أي legal boundaries ممكن نقول، ولكن مثلا من أكبر البنوك مثل بلاك روك ويعني بنوك أخرى هم يريدون أن يكون في استثمار في عملة البيتكوين، لذلك صرحوا بصناديق تبعت الـ ETFs للبيتكوين، ولذلك يعني في طبعا قوة شراء كثير عليها وميل إليها، لأنها يعني تعتبر ذات الشهية المخاطرة، والمتداولين يحبوا أن يكون في شوية مخاطرة في التداول طبعا. لذلك أيضا نرى من حيث آخر أن الملاذات الآمنة تشهد انخفاضا خصوصا في هذه الأثناء مع صعود الأسواق، يعني أسواق إذ كانت أسواق الكريبتو كورنسيز أو أسواق الأسهم، يعني في شهية مخاطرة والمستثمرين هم يريدون أن يخاطروا في هذه الأثناء خصوصا مع يعني الموافقة على أول صناديق للاستثمار من جراي سكيل وبلاك روك. طيب، ستنافس هذه العملات الموجودة الورقية التي تتعامل بها البنوك المركزية، ستدخل على خط المنافسة ويكون لها دور ريادي في المستقبل المنظور العملات المشفرة؟ يعني أعتقد أن سيكون لها يعني رول في الأسواق المالية طبعا، اوريدي تشكل رول كبير في هذه الأثناء في أسواق المالية، ويعني تقريبا كل من شركات التداول أيضا يعني يكون في فرصة للتداول بعملة البيتكوين. لا يعني لا أعتقد أنها ستنافس العملات الأخرى الرئيسية، ولكن ستكون حافز كبير في الأسواق المالية، وأيضا دخول الأسواق المالية يعني شهدنا أن في كثير مستثمرين أول مرة يدخلوا أسواق التداول ويريدون أن يستثمرون في البيتكوين. طيب، ماذا عن الذهب؟ يعني هناك خسائر أسبوعية للذهب مع تراجع الطلب عليه، رغم أنه ملاذ آمن. أولا، ما أسباب تراجع الطلب عليه رغم وجود أزمات اقتصادية عالمية وارتفاع في أسعار الطاقة؟ يعني أعتقد أن فوق الـ2000 دولار لا يزال الذهب ملاذ آمن ولا يزال يكون في طلب كبير عليه، ولكن طبعا يعني أعتقد الخطر الذي ممكن يكون لأسعار الذهب هذا الأسبوع هو بيانات أسعار المستهلكين التي ممكن أن تشهد ارتفاع، ولكن إذا يعني انخفضت بشكل كبير ممكن أن نرى ارتفاع على أسعار الذهب، ولكن يعني هو هذه البيانات ستكون خطر كبير على أسعار الذهب، وممكن أيضا أن يخترق مستويات الـ2000 دولار في حال أن جاءت هذه البيانات عند متوقعات الفدرالي. لكنه يعني التارجت هو سيظل 2% بالنسبة إلى الانفليشن أسعار المستهلكين، ويعني البيانات ستكون يوم غد، والتي ستكون المحرك الرئيسي لهذا الأسبوع في تعاملات يوم الغد. طيب، الذهب وغيره يعني متأثرون جدا، قطاعات الاقتصاد متأثرة جدا بما يجري من أزمة شحن للطاقة والبضائع في البحار المتوترة عسكريا خصوصا في الشرق الأوسط.
نتحدث عن المستفيد من هذا الاضطراب في الوضع الاقتصادي العالمي، من هو المستفيد من هذا الاضطراب؟ يعني طبعا كان في اضرار كبير بشكل عام منذ بداية هذه المشكلة الكبيرة في الاقتصاد، وفي تأخير كبير في البضائع، وفي تأخير كبير في يعني كل الشركات التي طبعا يعني يخصها أي شيء في يعني to pass through الروت هذا. ولكن المستفيد ممكن يكون اللوكل أو يعني الشركات التي هي من جوا البلد التي تصنع هذا الشيء الذي المستثمرون يريدونه. فأي ثينك هو هذا المستفيد الوحيد، ولكن غير ذلك يعني طبعا إلى حد ما يعني هذا هو المنطق. طيب أكتفي بهذا القدر السيدة نادية البلاسي محللة أسواق في مجموعة إكويتي عبر الهواء مباشرة من دبي، شكرا جزيلا لك.